الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث 43 حديث كصدحي أفرتناد من كتاب إصلاح المجتمع عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان إلا كان له به صدقة. حديث كان وحاورنية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأنكسه هذا اللي سيردي سي وها خادمك النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تمنصنه صحابي آذ وناكسنها وحولي هي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من مسلم مجره يغرس تلالها هي غرسا تلال جي تلالها هي أو يزرع زرعا أما أبور لعنه أبور هي فيأكل منه طير ومركا زرع جاس وكعنه وحكعنه شمبر أو إنسان أما إنسان إلا كان له به صدقة إلا هدو كعنه قفك سحبيري صدقة صعطأي ونغنيسا. حديث كان وحو أساس يهي أعماش متعددة إيان قاصر كأهين إسلام كأعماش سوحي أغيب سنتا عبادات كسوحي أغيب سنتا عبادات قاصرة وقفك سمييكو إيك سيدة صلاة سيدة صومك سيدة حجك وعمل أدقو آت سميسي وأعمال عظيمة وأعمال جليلة وليبا صلاة وركنك بعد الشهادة وقوين أركان إسلامك لكن نفعك صلاة أدقى كمان نافيه. حديث كان مركب حكاه اللي إن يجران أعمال متعدية يتعدى نفعها إلى الغير أعمال نفعك ودتك كالقاري هذا آخر قرآن كي سندنا وحاد أركيس أعماش متعددة في جملتها إن كفل لبضنطاي أعماش غاسر كا وغاركود أي أدوى وينهين وعماشي غيبك من أي نبي ونشيقي عليه أفضل الصلاة والتسليم أنبيادنا هداد أفير ستيد النبي عليه الصلاة والسلام حتى قبل الإسلام مركي ماركتي وحي كسب بلا مهي خديجة رضي الله تعالى عنها أودتك أبدي سي وحي تري والله ما يخزيك الله أبدا لأنك تصل الرحمة وتحمل الكلة وتصدق الحديث وتغري الضيف وإلى آخر الحديث هران وقصوا على الحديث كان نبي الله موسى عليه السلام مركو أركي لبدي قبل وضع شعيب ومحبه ورابسان كارينين أيوب بيه أسو ورابيي ومارك أرغي وتين ورابيي فسقال لهما ثم تولى إلى الذل عمل متعدي وي خير بضنبو كهلي نبي الله يوسف عليه السلام مركي رير بني إسرائيل أبارتو كل عضي وحكا الشقيقي سيدي أبارتو قبح لهايين قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون صحابة نصاصي هايين إلهي نوح الليه إنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم والقوق ريا وحلال وحي عمل متعدي آت سميسي نبي عليه الصلاة والسلام لما يلبض بوجه من حديث أبي سعيد الخدري إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3 من صدقة جارية ومن علم ينتفع به ومن ولد صالح يدعو له نبي حكاه عليه الصلاة والسلام أعمال أذو قبرك كجر كوس عنيسة إن مما يلحق المؤمن من عمله بعد موته علما نشره أو ولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن سبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها في صحته وحياته تلحقه بعد موته ووحق لما أنتوا كسو قارية أو قبرك كسو قارية مارك حديث كان وحكاه لي إن لبيرو قيدو قيدها لبيرو منافعات بي بدن بي ليه قيدها والله هرصدا قيدها بين آدم كي حيوان كوا هرصدان نبات جور كنولك أي مارك تي أي سجان أو وحكست وحنا دجدان جذهن يبورهن نولك لصاري إلهي إسكما أبور سبحانه وتعالى إلهي عبث
waxba uma abuuro. Buurahan aad u jeedaan waa alqaa fi lardi rawaasiya an tamiida bikum, ay karaahiyata an tamiida bikum, dhulkiinu idinla leecleecin dartood yaa buuro la qotomiyey. Geedahanu marka nabaadguurkiiba ilaalinayaan, waa la harsanayaa. Wuxuu ilaahay sabab uga dhigaa geedahan in ilaahay subxaanahu watacaala roob keeno, oo waxa weeye yacni waa shay cilmiya weeye. roobka ilaahay baa keena, laakiin ilaahay wax kasta sabab buu u sameeyaa subxaanahu watacaala. walihaada baa waxaan leeyahay, geedaha la jarayo waa khalad, geedaha la nabaad guurinayo waddanka Soomaaliya waa khalad, waddamadoo dhan waa khalad. In la nabaad guuriyo North Eastern ama Soomaaliya geedaha in la jaro waa khalad, bal waa in geeda la abuura. Waa in county kasta ama gobol kasta waa inuu geedo badan abuuraa, magaalo kasta waa in geeda lagu abuuraa oo cagaar laga yeelaa. fawaa'id badan bay u yeelanaysaa in maaragta geedahaas la abuuro. marka tan waa taa geedaha. midda sharcigana, insaanku wuxuu u baahan yahay wuxuu cuno, wuxuu cabbo, meeluu seexdo iyo wuxuu xirto. afartaa shay waa daruuriyaadka insaanka. meeluu qoraxda ka galo, suuratu Taha buu ilaahay uga hadlay subxaana watacaala, meeluu qoraxda ka galo, meeluu ma garanaysaa maxaa la yidhaahdaa, wuxuu xirto, wuxuu cabbo iyo wuxuu cuno. wuxuu cabbo waa ceelasha biyuhu, waa nolosha wey. biyo haddayna jirin nolol ma jirto. marka dadka waa in loo toofiiriyaa biyo, waa in biyo loo helaa dadka. dadku waa inayna maaragtay oomin, waa in laga shaqeeyaa sidii dadku biyaha cirka ay u qabsan lahaayeen, oo ama baraago ugu qabsan lahaayeen birka, ama maaragtay ugu qabsan lahaayeen baco loo waaweyn oo loogu shubo. dadkii roobkiina marna biyihii baa sii dhaafaya, marna abaartii baa sii dhaafaysa. marka cuntadana waa la mid, dadka in cunto loo abuuro oo waxay cunaan la abuuro, oo maaragtay dadku ay abuurtaan waxay cunaan, way awoodaan dadku inay abuurtaan. waxyaalahan aad kula yaabo waddankan Kenya oo aan aad ugu jeclaystay waxaa ka mid ah, dadku gurigii beer yaraa ku dhegan, oo laga yaabo inay tahay boqol feet oo konton feet lagu dhiftay, reerku halkaasay ka cunayaan. waxaa laga yaabaa dad haysta dhulka ugu fiicanna inayna beerin oo gaajo u dhintaan. muslimiinta waxaa laga doonayaa inay maaragtay wax beertaan. wixii cuno marka beertaa wax ka cuna. shimbir baa la hormariyey, insaanka shimbir baa laga hormariyey. ama insaan ha ahaado ama xayawaan ha ahaado, biyahaas cabba ama cuntadaa wax ka cuna, waxa weeye sadaqo socotay kuu noqonaysa. haweenay baa waxay naar ku gashay, bisad ay xirtay, laa hiya acamataha walaa hiya tarakataha taakulu min khashaashi lard, bisadii way xirtay laa ay dhimatay, iskamay dayno way wareegi lahayd oo wixii ilaahay siiya cuni lahayd, mana ay quudin, naar bay ku gashay. qofna wuxuu ku galay ay u waraabiyey buu janno ku galay, tuceelka u degay oo khufkiisii ugu jiray lugta bixiyey oo biyo ka soo buuxiyey ayuu ay waraabiyey. beer kasta oo qoyan ajar baa laga helayaa. walihaada cumar ibnu cabdilcaziiz markii la yidhi kacbada dharkii waa ka dhammaaday, marada kacbada saaran, wuxuu yidhi waxaa waa ogahay inay muhiim tahay, waxaa ka muhiimsan beerka muslimka ee gaajaysan inaan quudiyo. qofka muslimka ee gaajaysan in la quudiyo ayaa maaragtay ka muhiimsan. marka wax allaale ama shimbir ha ka cunto, ama ma arkaysaa insaan ha ka cuno, ama xayawaan ha cune, wax allaale wixii cuna ajar baa kaaga soconaya. ajarku marka waqti aad u baahan tahay buu kuu imaanayaa. ajarna waxaa ugu fiican midka adoo adduunyada jooga, adoo adduunyada ka tegay kuu socda, adoo adduunyada ka tegay. walihaada waxaa ka mid a awlaadaada oo kuu dambi dhaaf weydiinaysa ilaahay, min xadiidi ibni maaja fi sunan ibni maaja, oo ah in qofka isagoo qabriga ku jira caruurtiisa u ducaynaysa, oo ilaahay u dambi dhaaf u weydiinayo, oo qabriga ugu imaanayso, oo qabriga loo waasicinayo, oo qabriga loo hagaajinayo, oo ilaahay ugu dambi dhaafayo subxaana watacaala. waa acmaal mutacadiya weeye, kulligeed waa acmaal mutacadiya weeye. marka diintan islaamka waa lagu dhaqmayna, haddii lagu dhaqmo waxa weeye bashariyadu way liibaani lahayd, bashariyadu way hormari lahayd. cunto la'aan ma dhacdeen, ma garanaysaa? cunto la'aan ma dhacdeen, cunto waa la heli lahaa, biyana waa la heli lahaa, ma arkaysaa? maxaa la yidhaahdaa, wax kasta waa la heli lahaa. waxaa la doonayaa
in acmaasha khayrka nafcigeeda uu gudbahayo in laga shaqeeyo, agoonta in la kaalmeeyo, haweenka carmalka in la kaalmeeyo, kuwa mutallaqaadka in la kaalmeeyo, dadka kibaar sin oo dadka cumriga ku jira waaweyn ee dhibaataysan in la kaalmeeyo oo maaragtay oo nagu dhex dhimanaya oo maarkaysa in la kaalmeeyo, dadkaasa loo baahan yahay. Talabatulcilmiga in la kaalmeeyo, macalimiinta qur-aanka dhiga in la kaalmeeyo oo laga deeqo inay maaragtay dadka wax weydiistaan, maadaama ay shaqo muhiima hayaan oo ay kitaabka Ilaahay caruurteenni barayaan oo ayaguba way shaqaysan lahaayeen sida dadka kale waxay ka doorteen inay kitaabka Ilaahay faafiyaan, subxaana wa tacaala, inay kitaabka Ilaahay faafiyaan. Marka xadiidkan xaqiiqatan waa xadiid cadiim ah, waxaana aada ogtihiin sadaqadu meesha ay uga jirto. Sadaqada waxaa ka mid a in maktabaad la abuuro, maktabaad cilmiya la abuuro oo xaafad kasta laga sameeyo maktabo, ma garanaysaa, dadku ay diinta ka taalacdaan oo ma garanaysaa, masaajidada maktabaad in lagu daro. Soomaalidu waa dad aad iyo aad maaragta khayrka u jecel, laakiin masaajidkii waa masaajid inta lagu tukada laga cararayo. Waxaa la doonayaa in kutub la dhigo, qur-aan keliya maaha, kutub in la dhigo. Kutubtaas inta la akhrisanayo ajar baa kuu soconaya, ajar baa kuu soconaya kutubta inta la akhrisanayo. Maktabaad yar yara in la abuuro oo ma garanaysaa maaragtay laga faa'iidaysto ayaa la doonayaa. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.